بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا بكم معايا النهاردة في الحلقة 11 من سلسلة حلقات فنيات الكاراتيه، واللي أنا بقدم من خلالها موضوعات متتالية ومتشابكة مع بعضها، وكلها تخص فنيات أداء أو التدريب على الأداء الصحيح والأداء الجيد للكاتا. من ضمنها حلقة النهاردة اللي هي التدريب على الركلات الكيكس، ركلات الرجلين، ركلات القدمين، مهمة جدا للاعب الكاتا. ويجي هنا دور المدرب، مدرب الفريق لابد من انه يعمل فترة باستمرار، كل تدريب يعمل فترة فيها استرتشات وينمي فيها المرونة الخاصة بتاعة اللاعبين وخصوصا لاعب الكاتا. وهنا يجي دور المدرب في عمل فقرة يعني باستمرار في كل تدريب يعتني فيها بعملية المرونة بتاعت الساقين للاعبين، ويعمل لهم تمرينات متنوعة للمرونة وللتدريب على الركلات وفقرات كل تمرين، ويركز فيها على الركلات الجانبية اللي هي اليوكو جيري اللي بنحتاجها في الأداء بتاع الكاتا. وزي ما احنا عارفين ان كل كاتا او كاتات البطولات بالذات بيبقى فيها درجة صعوبة في الأداء، ومن ضمن درجات الصعوبة الاثنين يوكو جيري اللي بيؤدوا في الكاتا والجامب. طبعا الحاجتين دول مهمين جدا في التقييم بتاع الحكام في البطولات، ان دي من الدرجات الصعوبة. اذا اللاعب اداهم بطريقة صحيحة وطريقة جيدة ومستوى عالي بياخد في التقييم درجات عالية، اذا انتقص منهم او اداهم بطريقة فيها استعجال شوية وما فيش فيها اداء جيد بينتقص من ادائه في التقييم. فمن هنا تيجي أهمية التدريب على الركلات. وطبعا احنا يعني لاعب الكاراتيه عموما او لاعب الكاراتيه عموما، الكاراتيه بيميز او بي 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 بيميز بالشكل العام بتاعه بالركلات، بضربات الرجلين. جميع العاب المارشال ارتس احسن شيء فيها واحلى شيء فيها الركلات والضربات الاستعراضية وكده، الناس بتحب الشيء ده. فهي الركلات هي اللي بتظهر حلاوة الكاراتيه. ولاعبي الكاتا اللي يهمه ركلتين الأساسيتين في التدريب على في التدريب أثناء التدريب على الكاتا، نفترض الركلتين اللي هنركز فيهم ركلة المايجي وركلة اليوكو جيري. طبعا ركلة اليوكو جيري مهمة جدا في الكاتا، الركلات الجانبية في المواضع بتاعة الكاتات بتيجي في مواضع كتيرة في الكاتات، فلا بد من اتقان ركله اليوكو جيري ازاي بتطلع وازاي بتتم الضربه او الركله وتنزل وازاي بتطلع، الديناميكيه الحركيه بتاعه الركلات. وطبعا المدرب بيركز للاعب على الركلتين دول على اساس في المواضع بتاعه الكاتا يؤديهم اداء جيد سريع وجيد. وبعض المواضع اللي هي في الكاتات اللي بيهمنا فيها اداء الركلتين الماي جيري واليوكو جيري، الكانكو داي في الحركة هنا واقف هنا باخد يوكو جيري وببدأ أتحرك. هنا بالنسبة للمواضع في الكتان ممكن نقول كمان موضع في الكانك شو، لو أنا هنا حركة زي دي فيها ماي جيري فيها نزول فيها أداء حركي، يبقى برضو دي من ضمن المواضع اللي فيها ماي جيري في الكاتات المهمة. وفي موضع آخر نفترض في الكاتا السوتشن برضو في موضع اتنين يوكو جيري اللي بيجوا في منتصف الكاتا تقريبا. انا بأدي وبضرب نماذج وبحاول بقدر استطاعتي ان انا اوصل المعلومة وبطلع خبراتي، وبالاضافة ان انا هجيب فيديوهات لابطال العالم في المواضع اللي انا بحاول ان انا اشرحها او بوصل المعلومة ليها، ان اضرب بيها المثال ان هي دي الاداء اللي كما ينبغي اللي اللاعب يوصل للاعب البطل في الكاتا، لازم يأدي الركلات في الكتات في المواضع بتاعتها زي ابطال العالم. هو ده المقصود من التدريب والمقصود من الحلقات والمقصود من توصيل الخبرات، والخبرات زي ما بنقول بالتناقض، خبرات الكاراتيه بالتناقض.
والمواقع العالمية كتير وفيها كل شيء، بس طبعا أنا شرحي غير شرح غيري، والشرح الصبغة الشخصية بتاعتك أو خبرات حياتك أنت بتطلعها من خلال شرحك وكلامك، والناس بتتابع وبتشوف وبتعمل مقارنة بين الأداء والشرح بتاعك وشرح الآخرين. ونرجع مرة تانية لموضوع حلقتنا، وهي بخصوص إجادة الركلات للاعب الكاتا واللعيب اللعيب البطل في الكاتا. دور المدرب مهم جدا في انه باستمرار اثناء التدريبات واثناء فترات الراحه البينيه انه يعمل تمرينات ستريتش طول وعرض جراند كار للعيبه باستمرار تنزل. طبعا لو ادى الكلام ده في فترات الراحه طول التمرين، تمرين ساعه لساعه ونص، بيعدل وبيحسن كتير من مستوى المرونه بتاعه اللاعبين، وده شيء مهم جدا. بالاضافه لعمل تدريب او تمرينه كل اسبوع او كل اسبوعين، تمرينه كامله خاصه بالركلات، ما فيش فيها ضربات ايدين خالص، تمرينه كلها استرتشات، تمرينات استرتشات، تدريبات مستمره على ركلات باعداد كبيره جدا وبوضعيات مختلفه. اللعيبه بتسند على الحائط وتشتغل رجلين، ممكن يسند على كرسي ويشتغل، ممكن اللعيبه تشبك ايديها في ايدين بعضها عكس بعض ويشتغلوا تدريبات رجلين. في طرق كتيره جدا عند المدربين في التدريبات على الركلات. اجمالا التمرينه اللي تكون كلها ركلات، ما يكونش فيها ضربات ايدين وكلها تركيز على الاسترتشات والركلات والوضعيات بتاعت اداء كل حركه، الديناميكيه، المدرب يشرح الديناميكيه الحركيه بتاعت كل حركه، ازاي بتطلع وازاي ترجع وازاي تنزل وهكذا، رجليك بتطلع ازاي، منطقه السكوتو الجانبيه ازاي، رجليك بتطلع وتتفرد وتنزل، كل الكلام ده المدرب بيشرحه بيثبته للاعب في ذهنه، بحيث اللاعب يحاول يؤدي ويطبع الحركة بتاعته بطريقة صحيحة. التمرين اللي كل أسبوعين ده بيتعمل على المدى البعيد بيجيب نتائج جميلة جدا، تلاقي اللعيبة أغلبها مستواها عالي جدا والمرونة بتاعتها عالية والركلات بتاعتهم ضربات اليوم جميلة جدا. وأنا من خلال الحلقات بتاعت فنيات سلسلة فنيات الكاراتيه بحاول بقدر الإمكان أستعين ببعض الفيديوهات لأبطال العالم وبستشهد بيهم في بعض مواضع معينة عشان تبقى الحلقة جميلة وتبقى مشوقة في الرؤية بتاعتها. أنا بشرح بقدر إمكانياتي وبوضع خبراتي وموضوع الحلقة، والاستعانة في مواضع معينة بفيديوهات بتؤدي الغرض منها في عملية الشرح وتتم الاستفادة عموما، وهو ده المقصود من الحلقات أو الفيديوهات اللي أنا بنشرها. هستشهد طبعا في الحلقة دي ببعض مواضع لأداء الكتات المعروفة بمواضع الركلات فيها من أبطال العالم، على أساس إن احنا نشوفها ونستفيد منها ونشوف أدائهم إزاي، هم وصلوا إزاي إن هو بقى بطل عالم وبيأدي الجانك كو زي مثلا لوكا فالبيزي، زي يهرى هو كان بيأدي الكانك شو وفيها طبعا الجنبات فيها ركلات، زي مايكل او ميشيل ميلون طبعا برضه هو بيأدي الكانك شو فيها الركلات، التفاوت في الاداء. وبالاضافه طبعا انا عشان ما انساش بعض اللاعبين الجيدين جدا في الوقت الحالي في العصر الحالي، ومن ضمنهم لاعب اسمه كازاموتو ده أو كذا موتو، لاعب ياباني ولاعيب بطل، وأنا من أشد المعجبين ليه، معجب جدا بيه وبأدائه لأنه لعيب فعلا ممتاز، القامة بتاعته وطريقة أدائه، وطبعا هو متشرب أو متدرب على الكتات من اليابانيين من أصل الشوتوكان. طبعا أكيد مدربه هيكون بيعطيله الأداء الحركي والجميل بعد التطوير، المقارنة طبعا اللي احنا عملناها بين الكاتات السابقة من أبطال العالم والكاتات الحالية من أبطال العالم، بس ما بتطلع التطوير من اليابان بيكون أفضل كتير من التطوير اللي بيطلع من الأوروبيين، وده رأيي الشخصي يعني. وفي نهاية حلقة النهاردة أرجو أن أنا أكون قد يعني وضحت لكم أو عرضت لكم موضوع من الموضوعات الفنية اللي تهم كل مدرب وتهم كل لاعب كاتا بطل، يهمه يحسن مستواه. وأتمنى للجميع كل التوفيق وكل الخير، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من سلسلة فنيات الكاراتيه.